مريم عصام المؤمن، محامية كويتية شابة وسيمة وجميلة جدا خلقا وخلقا بعد ما عرفتك. خواتك ما شاء الله هم بعد، فاطمة اللي أصغر منك فاشينيستا سلاش موديل سلاش انفلونسر، الثالثة الصغيرونة صمود كوميدية جميلة جدا، وإن شاء الله نتمنى في يوم من الأيام هم نستضيفها عندنا. أهلا وسهلا فيك في برنامج القنفة. برنامج القنفة أنا دائما في البداية أحب أقول شنو هالبرنامج علشان الناس تفهم الأشياء اللي تصير فيه بعدين، لأن في ناس كان عندها تساؤلات إن ليش تقاطعوا الناس، ليش مش عارف إيش. فأنا أحب دائما أعطي في المقدمة شنو البرنامج هذا وليش إحنا قاعد نسويه. برنامج القنفة قبل لا أبلش أسويه هو مجهود شخصي. كنت مفكر إن أحلى شيء الإنسان يسويه سبيشالي في مجتمعنا هذا، إن لما نقعد مع بعض أن ويفنت نطلع اللي بتشبودنا، نحن ونقرق ونحش ومش عارف إيش. ففي السابق كان في عندنا الدتشة عند البيت، وكان في القهوة الشياب يروحون دروازة ما أدري وين يقولون كذي، وكان في عندنا بعدين كراسي، وصار صار صار لين صار في شيء اسمه قنفة بالكويت، مطارح مساند، لين صار في قنفة. فهذه القنفة كانوا الناس تستخدمها ليش؟ عشان يقعدون ويسولفون ويشربون شاي ويحشون بالواد ويقرقون ولا لا لا. فالحوار دائما، حوار القنفة دائما يصير حوار وين؟ مع شخص تعرفه. فتقاطع ويقاطعك، ويعني ما في جايد لاينز حق الحوار هذا. لحظة انت اسكت وانت اسكت، لا انا من كذي انت ما تعرف انا اعرف. فهذا شوف انا احب دائما اقول هالمقدمة لان حوارنا راح يكون بالشكل هذا. فاهلا وسهلا فيك وشرفتينا اليوم على القنفة الزرقاء الجديدة. هذه انت اول واحدة تقدرها، كاش خلابسة اصفر منورتنا. مريم على قولتهم قبل لا ندش في ونتعمق في الحوار، مريم قبل لا تكون محامية، مريم فيميل بنت عربية في مجتمع محافظ، ومهنة المحاماة ما كانت من المهن المفضلة لأي أب أو رب أسرة حق بنته كمستقبل. فإحنا نبي قبل لا تصيرين محامية نبي هذه اللي بالبيت كتكوتة الصغيرونة، وين كان مخك؟ وين كان تربيتك؟ وين يعني انت طالعه من ثانويه مصايب يعني ما بقول اسم الثانويه سولفنا عنها شطانه ومش عارف ايش كذي. ابي هالمرحله هذه بحياتك، المرحله انا نسميها دائما المرحله التكوينيه، منو انت؟ شنو سويتي؟ شلون كنت عايشه مع امك مع ابوك؟ منو انت؟ اذا وايد اسئله. اي فانا اعرف انت من اول يعني. شيء مشكور على الاستضافه، ويعني شفت انا لقاءاتك، او ما راح اقول لقاءاتك، قعداتك مع وايد اشخاص، يعني برنامج ما المفروض ما اسمي برنامج انا، هو يعني قاعده مريحه. إيه. إيه. يعني القعده حلوه. خلينا نشوف اول شيء قبل لا ادش المحاماه، او قبل لا ادش الحقوق، عايشه مع امي وابوي عادي طبيعي. عندي هل أسرتكم خوات. إذا تسمحي لي على السؤال، إذا ما تبي جاوبي العادي. لا عادي. هل الأسرة كانت أسرة طبيعية؟ يعني في حمية على قولتهم؟ إيه هي أم وأبو؟ هي طبيعية عادي. يمكن كان في شيء اللي مو وايد طبيعي، أمي مو كويتية، أمي سعودية. أوكي. فما كان عندنا هذا الجانب بالخوال والخالات كانوا بعاد. إيه كانوا بعاد. وين بالحسا؟ بالحسا بالسعودية. فما في هذا الجانب اللي يعني مثلا بالعيد يلا بنخلص من أهل أبوي بنروح أهل أمي. أو مثلا زوارة هني وزوارة هني، لا يعني هذا كان مفتوط. الجانب إيه، وكانت مأثرة علينا باللهجة، يعني هي تحكي سعودي وأهل الحسا بعد غير، وأبوي ما يعلمها أو يقول لها، لا أبوي يستانس ويشوفنا لما إحنا نتحكي يستانس علينا البدليات. بعدين يوم رحنا ثانويا وايد انحرجنا، يعني يعني كنت أقط كلمات البنات يقولون شنو هالكلمة، وأنا عبالي هالكلمة عادية يعني لأن بيتنا عادية. فيعني يعني هذا اللي كان ممكن شوية كان مختلف يعني. بعدين إذا بتقول مثلا ليش دشيت محاماة أو مثلا لا، خليني قبل الحين بالثانوية الرياضة
تسوين شيء موسيقى لا الرياضة أنا كنت وايد رياضة شنو؟ الجمباز ريشة يعني كنت جمبازية جمبازية من وانا صغيرة من وانا صغيرة يعني كنت والله فيني لياقة ما أدري إيش صار فيني الحين ما أحب الرياضة كلش ما أحب الرياضة الجمباز كنت يعني كان الظاهر هو في بين المدرسات كلهم كل الكلاسات إن مثلاً الوثب العالي أو الماشين خمسة إيه إن مثلاً أعلى وثب كانوا يأخذون المتوسط كنت أنا مع واحدة من الأعلى فكنت أنا وايد عبالي إن أنا طويلة وعايشة حياتي إن أنا طويلة لما الحين كبرت الكل يقول لي قصيرة يعني ترى 162 أعتقد بالنسبة حق الكويتين طول زين يعني أنت قصيرة صدقني حق الكويتين زين صدقني زين فكان يعني كنت أحب أمثل وايد بالمدرسة أي كلاسات تمثيل كنت أحبها عقب الغزو لقطت اللهجة العراقية حلو. فكان في وايد طبعاً عقب الغزو كنت بالمتوسطة فكان في وايد مسرحيات أو طابور الصباح كان في تمثيليات نسويها فكنت أنا دائماً أمثل دور العراقي الجندي العراقي كسبت اللهجة من الغزو ممكن تمثيل توقعت أني بكون ممثلة بس والله صمود خذتها ايه صمود صمود خذتها يعني كنت يعني هذه الاشياء اللي كنت اسويها بالثانويه شنو بعد مرشدات لا مو وايد ما ادري يعني كانت حياه شابه اكتف ايه حلو هل الاسره كانت من الناس اللي تشجع على الاكتيفيتيز هذه ولا كانت لا شوف يعني أم في أمي في ناس وايد ترى كانوا أمي وايد تشجع بس أنا أشوف تشجيعها أم طبيعي الأم دائما تشجع بس أنا أشوف أبوي تشجيعه الغير يعني أكثر إيه لأن مقارنة بالأبهات وايد أبهات عندهم عيب غلط ما يصير صحيح؟ ما يجوز معاداتنا لا هو وايد يعني وايد يعطينا بوش وايد يعطينا دعم عند المرأة مرأة وساعات يعني إحنا ندلل على أخواننا الصبيان يعني هل من دراسته بأمريكا عطاها الطبع هذا هل هو من عمر كذي يعني ما أدري بس هو وايد يعني يدعمنا وفي وايد شغلات عطانا إياها وإحنا صغار ما في أو يعني حطها ببالنا وإحنا صغار ما في أبو يحطها بعقلية البنات أو فكر البنات يعني أوكي. إنزين هنا الحين خلصنا وشطانة وجمباز وثانوية وهذا knowing ان انت جوزاء الجوزاء شخصيه صعبه جدا طبعا اي لان انت في اربعه داخل هالبدله الصفراء الحين قاعدين اي ففي طيبه في شريره في رومانسيه وتقلب كذي فجاه اي ماكو دقيقه ادري انا فهل هذه على قولتهم الشخصيه من وانت صغيره كذي ولا انت مثلا على قولتهم كنتي سلسه مع الكيل متعاطفة مع الكل لأن شخصية المحامي بعدين تحتاج أشياء ثانية راح نتكلم عنها فأنا بقبل المحامي قبل المحاماة كنت وايد ساذجة أقدر أقول حلو فقيرة بالكويتي فقيرة مسكينة حليوة وكل شيء عندي يعني عادي يصير وما في والثقة عمية وطيبة وأسامح أذيتني أسامحك عادي قدامك تكلمتني أصدق انت شنو قلت دائما اعتقد ان انت قاعد تقول الصج ما اشك 1% ان انت ممكن قاعد تشذب يعني محشوم شيء بس يعني احس السذاجه هذه اللي كانت يعني فخوره اني الحين موجوده يعني فتشت مني يعني الدراسه المحاماه how did that happen يعني شلون يعني ليش ما كان في هندسه لان اختك مهندسه والثالثه صمود شنو صمود هم تمويل يعني كلكم درستوا اشياء علميه البيت كله علمي كل البيت علمي ما عدا انا الادبي حلو الادبي اول شيء انا يعني دشيت تشعبت علوم حاولت بس يعني الرياضيات ما اقدر ما اقدر على الرياضيات كان اقول انا بصير محاميه بدش حقوق ايش حكم تعب روحي بالعلوم اوكي انا متفوقه بس خلي اخلص الثانويه بسهاله ليش اخلصها بعقد يعني واتعب روحي شت شعب شنو أقرب شيء طبعا حزتنا احنا تشعيب كان شنو أقرب شيء يفيدني حق المحاماة تشعيب إسلامية كان تشعيب إسلامية مو تجاري لا إسلامية حلو. مو إنجليزي معناه كنت وايد شاطرة بالإنجليزي لأن دارسة كنت شوية يعني إنجليزي بأمريكا فتشعيب إسلامية مشت على أساس أنها هي اللي بتكون قبل الحقوق وصج فادني تشعيبي وايد فادني حلو. إن خل أخلص الثانوية بسهالة دام هو التخصص حلو. يعني فبعدين دشيتي الحقوق بعدين حقوق كانت اول رغبه
أنا أقصد مريم، هل كان أنت الحقوق عندك من الثانوية أني أبي حقوق، ولا بعد الثانوية صار؟ يعني ودي أقول لك السبب بس أحس أستحي من السبب. يعني شنو السبب؟ كنت لما أشوف أمي وأبوي يتهاوشون كنت وايد أوقف مع أمي، وايد زين. الحين شوية شاخي حق أبوي، وايد أوقف مع أمي. فكنت أقول أنا بصير محامية وبوقف ضدك بالمحكمة مع أمي. مع أمي، مع أمي. ويمكن صدق هل لما كنت أشوف أمي وأبوي يتناجوا، يعني كأي أم وأبو عادي، مو إن الهوشات الخوف بس إن الطبيعي يعني. هل هذا بدون ما أحس صدق كبر فيني؟ يعني كان عندك النية من الثانوية؟ من المتوسطة. أوكي جريت، حلو. هنا خلصنا الثانوية، دشيت الجامعة. حقوق، حقوق جامعة. هل كانت الحياة خلال فترة الدراسة يعني كانت تعطيك مؤشرات، خلينا نقول أكدت لك إن أنت ماشية بطريق الصح، ولا أنا ليش دشيت هنا؟ كنت وايد أتردد وايد، لأن أنا حملت بعيالي الاثنين الكبار بالكلية. وعدت أحد السنوات لأن كان نحتاج نجيب معدل 70% عشان نطلع من سنة ثانية لثالثة. فولت بالامتحانات وما قدرت أدش الدور الثاني، فعدت ثانية ما قدرت أجيب المعدل. وكنت أتهدد أني بطلع كل يوم والثاني أتهدد. ليش؟ ما أدري، تعبت يهال، وكان حزتها ما في شغالة تقعد عندي تساعدني. بس ما له علاقة بالمحاماة قصدي. لا مو بالمحاماة، ما له علاقة بالمنهج. أنا تعبت، ما قدرت يعني. وايد كان متعب، ويهال اثنين بعز الكلية ومسؤولية وكل شيء كان على راسي بدون مساعدة يعني. فكان وايد وايد ثقيل. فحسيت ما يسوى همه يعني. خلاص متزوجت، متزوجت مو عيلت، خلاص أي شيء أشتغل أصير أي شيء، مو مهم يعني. هذا الجانب الثاني. شوفي انا تعرفت على ناس كثيره للاسف عندهم هالمنطق. يعني مثلا ممكن بنيه من البنات تقول انا والله تزوجت وعيلت وبس، شنو ابي مديني؟ هذا كان المنطق. اي كنا خلاص هذا التارجت، انه خلصت الحياه. بس انا ما الومهم. ليش؟ لان يعني احنا شخصياتنا دائما تطلع من اسلافنا. اي أبوي شنو يقول لي من وأنا صغير، أمي شنو تقول لي، السراوندينج مالي شنو يقول لي، هذا هو الصح اللي نعرفه. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول لي، يقول أولادكم خلقوا لزمان غير زمانكم، فربوا أولادكم لزمان غير زمانكم. يعني هذا من أقوى الصحابة، من أقوى. فيقول أنتوا أولاد لا، يعني لا تربون عيالكم على اللي انتوا سويتوه، لان اهم في زمان ثاني يعني. غير راح يتغير، تتغير الدنيا. فانا ما الوم الناس اللي كانت تفكر كذي، لكن طبعا هذا شيء مو صحيح انا اشوفه. عموما فانت يمكن طلعتي من البيئه المجتمعيه الطبيعيه اللي بالكويت اللي تقول هذه القوانين هي الصحيحه، فكان طبيعي قرارك يعني. احنا كان حزتها بالثانويه اصلا كلنا انخطبنا يمكن، او خلاص دزه او نيشان او يعني خلاص. فيعني كانت اللي الثانويه ما في ريل ناطر، انت عانس يعني. يعني كان تفكير هذا المتعارف عليه. اي كان حزتها يعني الزواج هو الهدف. صحيح يعني كان ودي ادرس برا، كان ودي ادرس برا. كان اقول لا ريل ولا والدراسه برا. لا طبعا ريل. طبعا ريل. انزين يا ريل، وتزوجنا ودرسنا وتخرجنا. تخرجت، أول ما تخرجت على طول قيدت بجمعية المحامين إني أكون محامية، يعني ما أبي أقعد. بس مريم محامية وتروحين ومحكمة ويا حضرة القاضي ويا ما أدري. وأنا يعني رحت كم مرة شفت اللوية والعفسة ما يعني أنا مثل أنا ما أبي مرتي تروح المحكمة. لوية عفسة يعني، وعفسة وايد مو شوية، وأكشن وناسة وقصص جديدة وزملاء وكل يوم توقف. يعني أنا لما كل يوم أوقف أنطر القاضي يجلس قدام القاعة، أقعد مع زميل أو زميلة أتعلم، حوارات نتكلم مواضيع. فترى حلو، وايد حلو. وأنا قاعد أروح كمحامية، أنا ما رحت كمتقاضية. اليوم اللي أروح فيه كمتقاضية صدقني نفسيتي تكون تعبانة. حالي حال أي إنسان راح المحكمة كمتقاضي. وفي قضايا تنرفع علي أو أنا أرفع على أشخاص قضايا مزعجة القضايا. بس لما أروح أنا كمحامية ما في علاقة شخصية مع القضية أو روحة المحكمة، فما أشوفها متعبة يعني. حبيت المهنة، بس حبيت المهنة، حبيتها وايد، حبيتها. لو نرجع بالزمن تغيرينها؟ لا صدق والله. في مثل حب اقول لك اياه، ما لي شغل انا قاري يعني. في مثل فرنسي يقول تفتح ابواب جهنم في المحامين.
ممكن يشوف السذاجة كلها راحت من شنو جهنم دش صدقيني that's not from me هذا مو منك أنا قريب مكان كتاب أذكر فرنسي مشي يقول تفتح أبواب جهنم أول ناس دخلوا محامين ليش أول ناس يدشون أوكي على طول المحامين بعدين أنا ودي أقول منه قبلنا بس يعني ما أقدر أقول بس أنا أقول لك ليش هم يقولون إن المحامي دائما لما تروح لأنت في مشكلة ما راح يصلح المحامي وما راح يقولك ليش وطول بالك وخلنا نحلها ودي لا لا إيه ارفع نفقة ليش جيبي؟ ليش نفقة نفقة وسايق وأبي جوانا بعد حط يقولها أبي تفاح سلة تفاح كل شيء هل هذا الكلام صحيح ولا في منا صح وفي منا غلط في وفي في محامين ينصحك أول ما تدش عليه وفي محامي لا خل أوقع على عقد اخذ كم مو كم فلس اخذ مقدم الاتعاب ونوقع العقد واحنا ماشيين ندش بالصلح كذي انا اخذت اتعابي وسويت اللي يعني مو يعني المهنه تنقسم قسمين في المهنه وفي الجانب المادي yes. يعني هم انا مثلا كمريم انا ما اقدر اشتغل بدون فلوس صح. اذا هذا كان يعني اجارات موظفين yes. رزقي الوحيد منه يعني في اشخاص عندهم مثلا شغل ثاني يم المحاماه مثلا انا ما عندي الا هالمهنه هذه زي هذا باب رزقي اذا انا ما راح اشتغل يعني صحيح. مو وقف خيري هو انزين سؤال ففي محامين يسعون اوقع على عقد بس اقول له ان انا بجيبها من طريق الاصلاح أي. اول شيء وان نتفق وهذا ايش بيقول لك الموكل ايش يقول ايش سويت ايش سويت عشان ادفع لك اوكي ايش سويت دائما احنا سوينا بس شوف في محامين من اول ما تدش عليهم يقول لك الصج وفي محامي لا بس انا اكتشفت يعني الحين مع يعني الخبره في ناس يدشون عليك يبونك تسمعهم الشيء اللي هم يبون يسمعونه يبيني اقول له اقدر انا اتف مرتك واعطيها نفقات وادششها بالطاعه واسوي لها واسوي لها واسوي لها بس لما يجي واقول له طلق والله طلق اوفر لك ماديا بدل ما تدفع لها نفقات تعطيني انا اتعاب شوف انا خسرانه في النصيحه بدل ما تعطيني انا اتعاب طلق لا ما يعجبه كلامي أيه. عندنا أنا ضعيفة صحيح. عندنا أنا ما راح يجيب لحقه لا أنا باللي تشيشني اللي تدخلني المحكمة بعدين قمت أغير عاد النصيحة تبي تطلع منها بقل الخسائر ولا تبي تطلع منها يعني بحرب مريم أنت محامية المحامي يرى الجزء المظلم من هذا المجتمع للأسف يعني أنت ماكو حد يجي المكتبة توقع عنده أخبار زينة ما طقوك بايقينة تشيكات خسارة ربح طلاق نفقة فماكو أحد يجيلك بأخبار زينة أنا متأكد أن هذا الأمر يتي معاه باكجز يتي معاه ضغوط نفسية وأنت عندك أسرة وعندك أطفال وعندك بيت وعندك زوجة صلى الله يخليهم لك يا رب هذا ما يأثر عليهم شوف يمكن أول أيام المهنة مبلة قبل لما كانت وحدة تيلي تقولي بطلق نفسيتي تنهار شو بتطلقين شلون وأسرتك وما أسرتك الحين قمت أفصل أوكي. دوام أطلع من الدوام خلاص مع أن الموكلين كلهم معي بالتليفون يعني أي وقت أرد عليهم موجودين حلو. بس ما صار يعني وايد يأزمني الموضوع أو وايد أتعب أو وايد أفكر أي. يعني قبل كان عندي أنت بتطلقين شن أنا بطلق أدش معاك يعني بالتعب كله بعدين شفت لا ما يصير يعني حلو. أو يمكن من تكرار القضايا هذه قام يصير فيني المشاعر قامت تتخدر وقام يصير عندي لا هذا شغل وهذا بيت وقمت أفصل فجأة يعني زوجك ما خاف ياخذك يوم دار انك محامية ما حد يتزوج محامية إلا القوي صدق وهو قوي الله يخلي لكم يا رب ان شاء الله لأن في وايد يخافون من المرأة اللي تعرف حقوقها سواء محامية أو غيرها بس هو واثق من نفسه واثق صدق واثق من نفسه عسى الله يسهل لكم يا رب طيب المحامية اللي قاعدة قدامي نقاط ضعفها طبعا يعني ماكو إنسان ما عنده نقاط ضعف طبعا أنا أتكلم في المهنة نقاط الضعف هذه اللي سبيشلي خلينا نقول قدام قاضي أو قدام موكل أو قدام محامي ثاني من الأولى أن الإنسان يعرفها صح يعني إذا عندي نقاط ضعف إذا أنا سبيشلي إذا أنا محامي من الأولى أن أنا أعرفها علشان أعرف شلون أتعامل وياها وأخفيها وما أشوفها غيري صحيح؟ صراحة أنا ما بيت أنا ما إيه لا ما أدري شنو ممكن شوف في ما عنديش نقطة ضعف مو نقطة ضعف أنا مو أخاف يعني تدرين في ناس ما تحب المواجهة ترتبك من المواجهة
في ناس في خلي أقول لك الشغلات اللي ما أحب أسويها. ما أحب أدخل بموضوع صلح مع محامي. أوكي. أحب أكون مباشر مع الموكل. حلو. بس إذا الموكل عنده محامي شلون؟ إذا عنده محامي يعتمد على المحامي. في محامين لا، من البداية أقول أصلاً أنا ما أكلم محاميك. أوكي. من البداية. أوكي. لأن أدري هذا المحامي بدخلنا، لازم بدخلنا المحكمة. أوكي. فأنا الكلام رايح راد رايح راد ما منه فايدة. أوكي. يعني قاعدة أتعب نفسي على ولا شيء. أدري يمكن بالمستقبل يصير صلح بس مو الحين. في قاعة بقصر العدل توترني. حلو. إذا دريت إن في باتشر مرافعة بهالقاعة وايد يضيق خلقي. ليش؟ يمكن هذه كانت أول قاعة أدش فيها وأنا محامية متدربة. أوكي. والقاعة لها رهبة، كانت يعني شيء، فيها المساجين دايماً مفولة ناس ليون حق يعني أهل المسجون، وأول سطرتين دايماً محامين فل، والمنصة كبيرة للحين أشوفها كبيرة. أوكي. هذه القاعة ما أحب أترافع فيها. أوكي. يعني أترافع عادي وما حد يحس إن أنا متنرفزة منها ولا شيء، بس أنا مثلاً ما أحبها. حلو. وكانت عندي قضية قتل حزتها، مو أنا مو خاصة فيني كمحامية، يعني كنت أدرب بمكتب ونزلني بهالقضية. حلو. فكان رعب عندي القضية، تخرع القاعة بكبرها تخرع، فيمكن للحين ما أحبها. حلو. يعني هناك نقاط ضعف يمكن، ما في محامي ما عنده نقاط ضعف، لأن إحنا دائما نشوفكم أنتوا الأقوياء. أوكي. إيه توقفون وما تخافون من القاضي. إحنا لما أنا للحين ريال عود أشوف قاضي اخترع، بس ما أعتقد في محامي يقدر يبين. يعني كلنا عندنا القوة، أتوقع إن ما حد يشوف نقاط ضعفنا. أنا يعني هذا قصدي. إيه؟ إن عند إيه؟ يعني أنت تدرين إن أنت عندك نقاط ضعف، لكن أنت قادرة على إخفاء هذه النقاط. إيه؟ علشان الخصم لا يشوف. بالضبط. إن هناك نقاط ضعف. أذكر كان في محامي من المحامين اللي تدربت عندهم قال لي، أنت لما تروحين قاعة الجنايات خصوصا لما تين تترافعين، أنت مو قاعدة تترافعين حق القاضي، أنت قاعدة تترافعين حق الناس اللي وراك. كان كل شيء كترافع حق الناس اللي وراي. قال لي هذيل اللي وراك، هذيل موكلينك اللي بالمستقبل. هي. لما يشوفونك مترافعه وعطيتي البرزنتيشن الحلو هذا، هذيلي راح يونك، راح يون لك بوتنشال كلاينت. طيب توكل خبز محمد؟ ايه توكل. انا شفت البورش اللي برا فواضح. شفت البورش؟ لا صدق والله. هل هي مهنه من المهن اللي دخل فلوس وايد؟ يعني مثل الحين خلينا نقول في احد قاعد يشوف البرنامج، خلينا نقول احد بالثانويه مثلا ويبي يقرر فاينانشلي، يعني راح تدخل اذا انت سمعتك طيبه، اذا قدرت تستمر بالمهنه، اذا عطيت من قلب، اذا تحملت يعني كل الضغوطات اللي موجوده فيها. يعني ما عندك ساعه عمل، انت خلاص ملك الموكلين. يكلمونك بالليل، يكلمونك الظهر، وقت يعني اي وقت انت ملكهم، انت ملكهم. السمعه الطيبه لازم تكون تشتغل عليها دائما. يعني ممكن موكل واحد يخسرك، يعني يمشي ويتحكى وهذا مر. يعني انا متاكده ان في موكلين ما عجبهم شغلي يتكلمون عني، بس مو انا اللي حكمت لك، انا ما حكمت. صحيح. عليك. ايه. المحكمه اللي حكمت مو انا. ما جاوبت. بس في ها فلوس ولا ما في فلوس؟ قلت لك فيها الحمد لله. لا يعني بس انت فيها، انت فيها فلوس يعني. اذا سمعتك طيبه. أي؟ وصلت سمعتك للناس. والناس حبوك وتكلموا فيك، معناته بيونك موكلين. عندك مليون ولا ما عندك مليون؟